16 عاماً أخرى في السجن. المعارضة الكردية سارة كايا، العضو في حزب الشعوب الديمقراطي والرئيسة السابقة لبلدية مدينة نصيبين، ستبقى في السجن الذي زجت داخله مطلع 2017 بعدما أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بسجنها بتهم مفبركة وفق مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي. قائمة طويلة من الاتهامات وجهتها المحكمة التركية، من أبرزها العضوية في جماعة إرهابية وسوء استخدام السلطة والحض على الكراهية والعنف. مسؤولون آخرون في الحزب أوضحوا أن قمع السلطات التركية لم يقتصر على رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد فحسب، فالعشرات من قادته ونوابه في البرلمان يقبعون خلف القضبان. وتأتي الأحكام الطويلة بالسجن في وقت ترتفع الأصوات بين الأوساط السياسية والحقوقية بتركيا المطالبة بالديمقراطية والحريات، وتتهم الرئيس أردوغان بقمعها. فكثيراً ما نظمت احتجاجات شعبية ضد عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بتهمة صلتهم بحزب العمال الكردستاني وتعيين أوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بدلاً منهم. تلك الاحتجاجات قابلتها الشرطة بالقمع والعنف. ملوك الشيخ، العربية.